السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه ابداعات الحرف مع كرونو. اليوم جيت ندير معكم ضرمه السردين. هذا وين وليدي شرا لي 2 كيلو تاع السردين. بون كاين هذا الصغير نديرو ضرمه، وهذا شويه كبير نديرو مقلي. بون انا نفرغ دركا في الباسينه تاعي باش نقيه ونحلو هذاك الشوك اللي فيه كامل ونعاود نوليكم. بون سبق هذا الصغير كامل نحيه نديرو هنايا باش نخدمو به ضرمه، ولا هذا الكبير نديرو مقلي. يحصل شحال عندنا ماشيين السردين بعد ما كان 75000، كيما اليوم صابو ب 20000، 20000 لا توحشناه. شكون بحالي توحش السردين ويحب الظلمة تاع السردين. ها 75، شكون يشريه؟ صدو لي عنده عائلة كبيرة، لا يجيب الخير وخلاص. انا نقعد هكا نتريي فيه ونعاود نولي ليكم. وهنا راني نقيت كامل السردين تاعي، نحيتو كامل راسلي فيه، فوالا نقيتو كامل. دوكا نروح نحولو الشوك. وهنا كيفاش نقيت السردين تاعي؟ انا ما نحطش السردين تاعي كامل في الماء هكا باش نحافظ على الفيتامين اللي فيه. دوكا نحولو الشوك اللي فيه، فوالا هذا اللي جاي في الوسط، ونزيدو نقلبوه من اللور هكا. نحولو هذا اللي جاي هنايا، هادي شوفوها، هادي تاني كنحوها سختو كي نستعملوها في الظلمه. وهنا السردين تاعي بعد ما نقيتو نحطو كامل الشوك كيما راكم تلاحظوا. وهنا نفوتو لافغس. شنو نديرو في لافغس؟ عندي هنا مغيفة صغيرة تاع كمون، ومغيفة صغيرة تاع فلفل عكري، ونص مغيفة تاع فلفل كحل، وزوج مغاف تاع الرز. هنا الرز يكون خضر باسكو علاش لي بوليت تاوعنا نطيبوهم في لاصوص، دونك نديروه خضر. وهنا عندي حبيبة تاع الثوم مسكرفتين، وهنا عندي نص حبة تاع فلفل حار، غير نص حبة صغيرة نسكرفشوها. وهنا عندي تاني كلا شابلور بلوس حبة بيض. دوكا نفوتو نورمو كامل لي زيبي تاوعنا، فوالا دوكا نكسرو حبيبة بيض هكا. نزيدو نفرغو كامل هاد لي زيتيس مع الرز. نزيدو زوج مغار تاع شابلور ونشوفو يا نزيدو يا نقصو باش السردين تاعنا يشد روحو. فوالا ونزيدو حبيبة تاع فلفل حار نسكرفشوها. وهنا غرميت الفلفل الحار تاعي غير كمية صغيرة، ونزيدو كمية تاع معدنوس وكمية تاع الملح. نسيت ما ذكرتها لكم قبيلات، نديرو كمية صغيرة كيما تعرفو سردين مالح. فوالا نديرو كمية صغيرة تاع الملح ونخلطو كامل المكونات تاعنا. بعد ما خلطت كامل السردين تاعي مع لي زيبيس مليح كيما راكم تشوفو، فوالا الخليط تاعي كيفاش ولا. تقدرو تخلطو بيديكم هكا باش تجيكم عملية سهلة. نديرو هذا في يدي، وكذا نحطو لاصوص. هنايا الشوك اللي نحيناه انا مرميتو، واش ندير؟ نديرو هكا في الكاسرونه ونغطيه بالماء ونخليه فوق النار يغلي مليح، بعد نصفيه باش نحضر به لاصوص. وانا كما راكم تشوفوا هنا بعد ما يغلي الماء تاعي كاش 5 دقائق حتى 10 دقائق نطفو عليه. وانا عندي حبه بصله صغيره مع زوج مغارف تاع الزيت نحطهم فوق النار يتقلى. يلا بعد نتقلى مليح نحنا نولو حبة تاع طوماطيش مرحية مع طوماطيش تاع بواطا مع بريقة الصابون و لي زيتيس نستعملو باش نستعملو مخلاط و الماء نسقطو كيما تعرفو السردين غير وحدو هو مالح. هاني نتمنى نحطولو غير شوية تاع الملح باسكو في لافاص تاعي درنالو الملح. نقلو كلش مليح هكا. أنا بعد ما قليت الطوماطيش تاعي مليح مع البصل، دوكا نرمولها حبيبة عزوزية مع شوية تاع الزعتر. انتما راكم حابين ديروا الزيتون ديروا الزيتون. أنا درت اليوم درتها اليوم سلزانة مع زروبية. لا حبيتو ديروا حبيبة بطاطا ديروها. وأنا ما درت البطاطا اليوم درت زروبية باسكو نحن نرفقها مع شوية تاع ليفو. نقعد نقليها هكا مليح. وهنا راني صفيت الشوك تاع السردين كيما راكم تشوفوا. دوكا هذايا راح نمرق به ولا نحركوه شويه ونغطوه ونخلوه يطيب. لو طون كي نخلي لاصوص تاعي يطيب نحن نصنع دي بولات تاعي تاع السردين. وهنا راني شكلتهم دي بولات ما صغار ما كبار كما تعرفوا راني دايره فيهم الرز باسكو راح نزيدو يتنفخو مع طياب. دوكا راح نرفدهم كيما راهم هكايا ونحطهم داخل المرقه. وانا نقعد نحط لي بولة تاوعي. وهنا قبل ما نحط لي بولة تاوعي حطيت البنه
حتى طيب لنا جلبانه وزروديه باش نرمو لي بولات تاعنا. كما تعرفوا السردين ما فيش راح يعني تمتم يطيب ابار هذاك الرز اللي يزيد يطيب لنا هذا ما كان. فوالا نسطوهم كامل مليح غير بالعقل، نعاودو نرجعهم فوق النار يزيدو يكمل طياب. ومع نرجع ليكم نحط لكم في ساعة التقديم ان شاء الله. وهنا راح نفوتو باش نديرو السردين المقلي. هنا كما بغيت لكم بعد ما نقيتو كامل، وانا تقدرو تنحولو شوك تقدرو تخلو هكا فوالا، وتقولو طعموه تانيك بدرسه كما هنايا وليدي ما يبغيش درسه لي فيها. هنا واش راح ندير؟ ندير هنا انتي ساشي هكا، نحط فيه شويه تاع فارينة، نزيدو شويه تاع سميده الطب، نزيدو شويه فلفله حمراء، شويه كمون، شويه فلفل كحل، نزيد بيجي راكم باغيين نديروه. كامل لي زيتيك هاذيك مع الفارينة والسميد لي في الساشي هكا. دوكا واش ندير؟ نحكم شويه تاع الملح ونحطو هكا فوق السردين ونخلطو كامل مع بعض. بعد هاد السردين نحطوه هنا في الساشي ونخلطو كامل هكايا. عاد غير نقلب فيه حتى يدخل السميد والفارينة في السردين الملح. دوكا نروح نحكم المقلة ندهنها كامل بالزيت ونفرش السردين تاعي فيها. وهنا راني فرشت كامل السردين تاعي. دوكا ناخذ المقلة تاعي ونحطها فوق النار، كي تحمر من تحت نعاودو نقلبوها ونحطوها هكا طبسي باش نقلبوها باش تجينا عملية سهلة.